بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنكمل ان شاء الله مع بعض منهج الرياضيات للصف الثاني الاعدادي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الاول، العام الدراسي 2017-2018. معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في الوحدة الاولى وده الدرس الثالث. الدرس الثالث تحت عنوان ايجاد قيمة تقريبية للعدد الغير نسبي. ايجاد قيمة تقريبية للعدد غير النسبي. الاسئلة في الدرس ده بتيجي على ثلاث صور. الصورة الاولانية بيقول لي ايه؟ اذا طلب عددين صحيحين ينحصر بينهما الجذر. يعني قال لي مثلا جذر 5 ده اثبت او اوجد عددين صحيحين ينحصر بينهم. بعمل ايه؟ اول حاجة بربع الجذر التربيعي، او لو جذر تكعيبي بكعبه، يعني باخد اللي تحت الجذر، باخد الرقم اللي تحت الجذر. بعد كده نوجد العددين الصحيحين الذين لهما جذر تربيعي او تكعيبي وينحصر بينهما العدد. العدد ده هيبقى اكبر من عدد ليه جذر تربيعي واقل من عدد اخر ليه جذر تربيعي. بعد كده باخد الجذر التربيعي او التكعيبي للتلاتة، هتلاقي العدد يديك ايه؟ الجذر المحصور بين عددين صحيحين. ناخد مثال وهيتضح من المثال على طول. بيقول لي اوجد عددين صحيحين متتاليين ينحصر بينهما جذر 5. يبقى انا اول حاجة ادي الجذر 5 هوت، هنربعه هيديني كام؟ هيديني 5. طيب تقدر تقول له كده ان 5 اكبر من واقل من. اكبر من كام؟ الجذور التربيعية ايه؟ او المربع الكامل اللي جذر تربيعي 1 وتربيع 2 4، تربيع 3 9، تربيع 4 16، تربيع 5 25، تربيع 6 36 وهكذا. يبقى ده تربيع 1 وده تربيع 2 وده 3 وده 4 وهكذا. الخمسة بقى اكبر من ايه من دول؟ ما الخمسة هتبقى اكبر من الاربعة واقل من الايه؟ من التسعة. يبقى اكبر من الاربعة واقل من التسعة. هتقول باخذ الجذر التربيعي للكل. بقى اخد الجذر التربيعي ده هيبقى جذر 5 اكبر من، اخد الجذر التربيعي ده هيبقى 2، واخد الجذر التربيعي ده هيبقى الكام؟ 3. يبقى اذا جذر 5 ينحصر بين 2 والتلاتة. جذر 5 ينحصر بين 2 والتلاتة. واضحة كده الفكرة دي؟ طيب الصورة التانية او السؤال التاني بيقول لي ايه؟ اذا طلب اثبات ان العدد غير النسبي ينحصر بين عددين عشريين. دي عندي لها طريقتين، طريقة باستخدام الآلة الحاسبة والطريقة التانية باستخدام التربيع. باستخدام التربيع خلاص. ناخد مثال على طول وهيوضح لنا الدنيا. بيقول لي ايه؟ اثبت ان العدد جذر 3 ينحصر بين 1.7 و1.8. هناخد الطريقة الاولى. الطريقة الاولى اللي هي طريقة التربيع. خلينا نقول طريقة التربيع. طريقة التربيع، يبقى أنا بربع جذر 3، يبقى جذر 3 طالما جذر تربيعي يبقى بربع، هيدينا كام؟ هيدينا 3. أربع الواحد وسبعة وأشوف هيطلع بكام، وأربع الواحد وتمانية من عشرة وأشوف هيطلع كام. نشوف بالآلة كده. ادي الواحد وسبعة، ممكن تكتب واحد وسبعة ضرب واحد وسبعة، او تكتب التربيع هو الاكس تربيع ده وتكتب 1.7 تربيع يساوي، تضغط هنا هيديني 2.89. 2.89. تمام. يبقى 2.89. طيب نربع الواحد وتمانية، نشوف الواحد وتمانية. يبقى دي الاكس تربيع، يبقى 1.8 تربيع، نضغط يساوي، هيدينا ايه؟ 3.24. يبقى ده هيدينا 3
و24 ميم. ملاحظ ايه بقى؟ ان التلاتة يبقى اذا هتقول له اذا التلاتة اكبر من 2.89 واقل من 3.24. ناخد الجذر التربيعي، يبقى الجذر التربيعي للتلاتة هتبقى اكبر من كام بقى؟ من 1.7 واقل من 1.8. طريقة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي مشاكل خالص. الطريقة الثانية، يبقى الطريقة الثانية، الطريقة الثانية ايه؟ ان انا بجيب قيمة الجذر 3 نفسه بالآلة، يعني انا بجيب قيمة الجذر بالآلة. نشوف قيمة الجذر التربيعي للتلاتة، ادي الجذر 3 اهوت يساوي، تضغط هيدينا ايه هنا. بس ملاحظة مهمة جدا، انا هو عاطيني الرقم اللي بعد الفاصلة رقم واحد ولا رقمين؟ لو عاطيني رقم واحد انا اخد هنا التقريب لحد رقمين، لو عاطيني هنا رقمين انا اخد التقريب لحد تلاتة عشان اقدر اقارن. هو عاطيني رقم واحد يبقى انا اخد التقريب لحد تلاتة، يبقى انا 7 3 وشوف اللي قبله 5 ولا اقل من 5. اقل من 5 خلاص يبقى 1.73. يبقى هنا ده 1.73. طيب ده كام؟ 71، وده 81. يعني انت هتلاقي 1.73 اكبر من 71% واقل من 81. صح الكلام ده ولا لا؟ ده 73 وده 70، يبقى ده اكبر منه، وده 80 يبقى ده اقل منه. ناخد الجذر التربيعي، يبقى ده قيمته جذر 3 اكبر من 1.7 واقل واحد من واقل من 1.8 وهو الايه؟ وهو المطلوب. انا عندي الطريقه الاولانيه ديت والطريقه الثانيه، ايهما تحله؟ مفيش اي مشكله خالص. طيب بيقول لي اثبت ان العدد جذر التكعيب لل 12 ينحصر بين، يبقى احنا هناخد الطريقه الاولى. الطريقه الاولى ادي الجذر التكعيب لل 12 هنكعب، يبقى يساوي 12. 2.2 هنكعبها يساوي هتطلع بكام؟ 2.3 هنكعبها نشوف هتطلع بكام. نشوف بالآلة، يبقى انا عايز تكعيب اهيت، يبقى ناخد ديت هيبقى كام؟ 2.2 تكعيب يساوي ناخد هيدينا 10.648، يبقى ده 10.648. الاتنين والتلاتة، الاتنين والتلاتة ناخد الجذر، يبقى كام؟ 2 و3 وهنا ده تكعيب يساوي 12.167، يبقى 12.167. ملاحظ ايه؟ ان ال 12 هتبقى، يبقى هنا ال 12 اكبر من ال 10.648 واقل من 12.167. ناخد الجذر التكعيبي بقى، يبقى الجذر التكعيبي لل 12 اكبر من 2.2 واقل من 2.3 وهو المطلوب. الطريقة الثانية بقى احنا بنعمل ايه؟ بناخد ال 12 او بنجيب قيمة الجذر ديت اللي هي قيمة الجذر 12، هيبقى ادي الجذر التكعيبي لل 12. سهلة ديت، الطريقة دي سهلة جدا، انا ما فيهاش اي مشكلة خالص. يبقى ادي الجذر التكعيبي لل 12، نشوف الجذر التكعيبي، يبقى شفت مع الجذر ده نحط هنا جذر تكعيبي وهنا 12 يساوي 2. هنا كام؟ هو هنا عطيني رقم واحد، يبقى ناخد رقمين اللي هو 2 و8. طب التسعة قبلها هيقربها، دي 9 يعني هتبقى 2.29، يبقى ده 2.29. هنا ده عندي 22%، يبقى 2.29 اكبر من ال 22 واقل من ال 32. صح الكلام ده؟ ناخد الجذر التكعيبي بقى، يبقى الجذر التكعيبي لل 12 اللي هو قيمته ده اكبر من 2.2 واقل من 2.3. ماشي، وهو الايه؟ وهو المطلوب. السؤال الثالث برضو من الأسئلة المهمة، وهو إيه؟ إذا طلب تمثيل أي عدد غير نسبي، لو طلب مني تمثيل أي عدد غير نسبي،
انا بعمل ايه؟ بستخدم قاعدة او نظرية فيثاغورس. بستخدم نظرية فيثاغورس. بتقول لي ايه فيثاغورس اللي انت خدتها؟ فيثاغورس بتقول لي ايه؟ ان انا عندي طول العمود وده طول الوتر وده ضلع القايمة التانية. فانا لو عندي طول العمود وعندي طول الوتر يبقى ده اقدر اجيبه، هيبقى معروف. فانا بجيب طول العمود، يعني مثلا لو قال لي جذر 5 على سبيل المثال، اجيب طول العمود ازاي؟ ان انا باخد الخمسة دي واطرح منها واحد واقسمها على الاتنين، يعني هيدينا كام؟ 2. يبقى طول العمود ده 2. طول الوتر اللي هو الوتر ده بضيف على الخمسة واحد واقسمها على الاتنين، يعني هيديني 3. يبقى طول الوتر ده 3. يبقى انا بفتح البرجل، بركز ان بفتح البرجل بمقدار 3 واعمل قوس. القوس هيقطع محور السينات او هيقطع خط الاعداد في النقطة دي. يبقى الحتة دي كلها هي تمثيل جذر 5، يعني النقطة دي اللي هي قطعت خط الاعداد تمثل جذر 5. تمثل جذر 5. عرفنا ازاي بنمثل كده جذر 5؟ تمام. ناخد مثال. طبعا انا عشان ارسم العمود لازم بستخدم المنقلة اللي هي 90 درجة. ناخد مثال وهنشوف. بيقول لي مثل العدد جذر 7. يبقى انا بعمل ايه؟ ادي باخد السبعة، يبقى بقول له طول العمود اللي انا هرسمه هيساوي 7 ناقص 1 على الاتنين، يعني هيدينا 6 على الاتنين، يعني هيساوي 3. طول الوتر يساوي 7 زائد 1 على الاتنين، يعني يساوي 4. ادي خط الاعداد. وقال لي جذر 7 فقط مش مضاف عليها حاجة، يبقى انا هبدأ من الصفر. يبقى ادي 0 وادي مثلا 1، خلاص يعني ادي 1 وادي 2 وادي 3 وهكذا. هنا برسم العمود هيبقى طوله كام؟ 90 درجة. يبقى بجيب المنقلة واركز في نقطة الصفر ديت وعد 90 درجة واحط نقطة وبالمسطرة ارسم عمود طوله 2 سم. يبقى ده 2 سم. بعد كده افتح البرجل بمقدار 4 سم، ده 3 سم، العمود 3 سم. افتح البرجل بمقدار ايه؟ 4 سم. يبقى على المسطرة وافتح البرجل 4 سم، اركز هنا في هذه النقطة وارسم في جهة اليمين، لأنه جذر 7 بالموجب يبقى في اتجاه جهة اليمين. أرسم واقطع خط الأعداد، هيقطع لي في النقطة، النقطة دي هتبقى هي جذر الإيه؟ جذر 7. نفذها طبعا، لازم تنفذها معايا. نفذها طبعا معايا بالبرجل والمنقلة والمسطرة والقلم الرصاص، وارسم جذر 7. طيب ناخد مثال تاني. بيقول لي سالب جذر 5. يبقى أنا باخد بس جذر 5، يبقى طول العمود 5 ناقص 1 على الاتنين، يعني يساوي الاتنين. طول الوتر، الوتر يساوي 5 زائد 1 5 زائد 1 على الاتنين، يعني هيساوي ايه؟ هيساوي 3. هنا ادي جذر 5 بس، ايوه، يبقى عند نقطة صفر وارسم العمود بمقدار 2 باستخدام المنقلة، يبقى ده 2 سم. هنا ده الجزء الموجب، ادي 1 وادي 2 وادي 3. هنا الجزء السالب، سالب 1 سالب 2 سالب 3. طالما قال لي سالب يبقى الفتحة او القوس هرسمه في ناحية اليسار، يبقى انا بركز هنا وارسم القوس، النقطة اللي هتتقاطع معاها هتبقى ايه؟ هتبقى هي الجذر 5. هتبقى هي الجذر 5. واضح كده؟ طيب ناخد مثال كمان. بيقول لي ارسم العدد النسبي 1 زائد جذر 2. انا يهمني جذر 2، الواحد مش مشكلة. هيبقى طول العمود، طول العمود هيساوي ايه؟ 2 ناقص 1 على الاتنين، يعني هيساوي نص. طيب طول الوتر، يبقى طول الوتر هيساوي 2 زائد 1 على الاتنين، يعني هيساوي 1.5 اللي هو 3 على الاتنين. ادي خط الاعداد، وادي الصفر، وادي الواحد، وادي الاتنين. وقال لي 1 زائد جذر 2، يبقى انا بمشي كده مقدار 1. يبقى انا هبدأ العمود من هنا واعمل عمود بمقدار نص درجة، نص سمتي، يبقى ده نص سمتي. بعد كده افتح البرجل بمقدار 1.5 سم جهة اليمين، ايوه. لو هو سالب جذر 2 يبقى اعمله جهة اليسار. يبقى انا بعمل ايه؟ بروح اقطع خط الاعداد، هيقطعه في كام؟ هيقطعه في جذر 2. يبقى ده النقطة دي هتبقى ايه؟ 1 زائد جذر 2. انا مشيت 1 وبعدين رسمت الجذر 2، يبقى النقطة دي هتبقى 1 زائد جذر 2. طيب بيقول لي امثلة بقى عامة بشكل عام. بيقول لي اوجد طول كل من
ضلع وطول قطر مربع مساحته 7 سنتي، يبقى انا عندي مربع المساحة بتاعته، يبقى انا عندي مساحة المربع. اكتب القانون يساوي ايه؟ اللام تربيع، يعني طول الضلع تربيع. التربيع هنا ايه؟ المساحة 7 سنتي، يعني يساوي لام تربيع. يبقى اللام تربيع، اللام لوحدها بيساوي الجذر التربيعي لـ7. محدش يقول لي زائد او ناقص، ليه؟ لان طول الضلع لا يمكن يبقى عدد سالب، يبقى جذر 7. يبقى اللام تساوي جذر 7. يبقى احنا جبنا ايه؟ طول الضلع. عايز طول القطر، طيب ادي المربع اهوت، ده اصبح جبناه جذر 7 وده جذر 7، وعايز القطر ده. القطر ده من حسب نظرية فيثاغورس هتساوي ايه؟ مربع ده زائد مربع ده، يبقى تقول له طول القطر، بس طول القطر ايه؟ تربيع، يساوي 7 او جذر 7، خلينا نكتبها كده، تربيع زائد جذر 7 تربيع. جذر 7 تربيع يعني 7 زائد 7 يساوي كام؟ 14. يبقى انا طول القطر بقى، طول القطر هيساوي الجذر التربيعي ل 14. ما هي طول القطر تربيع من نظرية فيثاغورس، مربع ده بيساوي مربع ده زائد مربع ده. واضحة ديت؟ ناخد مثال كمان. دائرة مساحة سطحها 3 باي سنتي، اوجد محيطها. طيب نكتب القانون اللي عطوني، يبقى مساحة الدائرة تساوي باي نق تربيع. مساحة الدائرة ايه؟ 3 باي، تساوي باي نق تربيع. الباي في الطرف ده يروح مع الباي في الطرف ده، يبقى نق تربيع تساوي 3. يعني النق برضو محدش يقول لي ايه؟ زائد او ناقص جذر 3. بناخد احنا القيمة الموجبة لانه اطوال، يبقى النق بتساوي جذر 3. هو عايز المحيط، يبقى محيط الدائرة يساوي 2 باي نق، يعني يساوي 2، خليها بالباي في النق بكام؟ النق بجذر 3، يعني هيدينا 2 باي، او 2 جذر 3 باي، 2 جذر 3 باي. ممكن تعوض عن الباي وتحسبها عادي، لو سبتها بالباي مش هتبقى غلط، مش هتبقى غلط. طيب بيقول لي احسب قيمة سين اذا كانت جذر، اذا كان جذر 7 اكبر من السين واقل من سين زائد 1. لا انا اللي يهمني جذر 7، هنا باخد العدد بقى اللي هو 7 اكبر من ايه؟ ايوه احنا قلنا ادي 1 وادي 4 وادي 9 وادي كام؟ 3، يعني 9 16. يبقى السبعة اكبر من ايه؟ ايوه اكبر من الاربعة، واقل من كام؟ واقل من التسعة. ناخد الجذر بقى، يبقى جذر 7 اكبر من الاتنين واقل من التلاتة. يبقى السين عندي كام؟ يبقى السين هتساوي، باخد اللي على اليمين اللي هو الصغير يساوي 2، يبقى سين تساوي 2، لان الصغير يا سين ودي سين زائد 1 اكبر منها بواحد. اخد مثال كمان، احسب قيمة سين، يبقى برضو نفس الفكرة، يبقى 13 اكبر من، انا عايز حاجة تكعيبية، التكعيبية 1 وايه؟ الاتنين تكعيب بكام؟ ب8، والتلاتة تكعيب ب27، والاربعة تكعيب ب64 وهكذا. طيب يبقى 13 ايوه اكبر من 8 واقل من 27. ناخد الجذر التكعيبي، يبقى الجذر التكعيبي لل 13 اكبر من الاتنين واقل من الايه؟ واقل من التلاتة. معناته ان السين هتساوي كام؟ السين هتساوي 2. خلاص سهلة وبسيطة ومفيهاش، ودرس سهل جدا جدا جدا. يا ريت المسائل اللي انا حليتها تحلها معايا، توقف الفيديو في كل مسألة وبعد ما تشوف الحل تحله انت. اشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.